بعد ما كلكم شاهدتوا الفيديو هذا تبع الصحراوي، في الفيديو الاخير قلت لكم راح ننتقم منه اشد انتقام. اجى اليوم اللي راح تشوفوا فيه حساب الصحراوي مخرب ومبند. لهيك لا تضيعوا فيديو اليوم وشاهدوا للاخير، واذا مو مشترك في القناه انزل لتحت واشترك واضغط زر اللايك حتى نلتقي في الفيديوهات القادمه. ومثل ما عم تشوفوا دخلنا لحساب الصحراوي. طبعا الحساب كان عندي موت المده، لهيك راح نعمل به شو ما بنحب اليوم. مثل ما عم تشوفوا موجوده ب 82000 جوهره، يعني نصرف كتير جواهر ورح نرسل كتير هدايا للمتابعين. لهيك جهزوا لي حالكم وشاهدوا الفيديو للاخير حتى تشوفوا شو رح نعمل بالحساب تبع هذا الشخص. اول شيء رح نعمله هو نغير اسم الحساب لحساب للبيع. مثل ما سمعتوا رح نبيع ام الحساب هذه اللي امامكم. اوكي، مثل ما عم تشوفوا غيرنا اسم الحساب لحساب للبيع. لهيك اي شخص مهتم بشراء هذا الحساب يرسل لي على الانستغرام. هلا خلونا نروح لصرف الجواهر من الحساب هذا. لسه دخل صحراوي من المتجر الغامض. اوكي، مثل ما بتشوف اجانا تخفيض 72%، يعني راح نصرف شويه جواهر يا صحراوي. لهيك لا تزعلنا منه. خلونا اول شيء نشتري اشياء تافهه من المتجر. مثل ما بتشوفوا هاي الرقصه كمان راح ناخذها من المتجر هون. راح ناخذ كمان هذا الصناديق، بناخذ ماكس من كل صندوق. هيك ايوه كده، كل شيء تافه في اللعبه راح نشتريه اليوم. اوكي، كل شيء تافه راح نشتريه اليوم، واكيد ماكس يا اخي ماكس. شوفوا الجواهر كيف قاعدة تروح يا اخي، شوفوا الجواهر، شوفوا يا اخي، شوف 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 الجواهر كيف قاعدة تروح يا. حاب اشوف كم راح لما نكمل كل المتجر كم راح نكون صرفنا من جوهر. مثل ما بتشوفوا تقريبا اشترينا كل الاشياء الموجودة هون. لا لسه في كثير اشياء راح نصرفها اليوم. ويت ويت ويت، ماكس، كل شيء ماكس هون، كل شيء ماكس راح نشتريه من المتجر هذا. اوكي ليتس جو. كم صارفين لحد الان؟ صارفين تقريبا 2000 جوهره فقط يا اخي. ليش صارفين 2000 جوهره فقط لحد الان؟ اوكي، تقريبا اخذنا كل شيء في المتجر. خلونا نشوف شو اخذنا لحد الان. اخذنا كل شيء. اوكي، خلونا نروح من هون. لسه ما اخذنا كل شيء. راح نشتري كل الاشياء التافهه هذه، حتى وكان عنده هذه الاشياء راح نشتريها حتى يحصل على الطوكن الاحمر. حلو حلو الطوكن الاحمر يا صحراوي، حلو، راح يساعدك كثير في شراء الاحداث. خلونا ناخذ كل شيء موجود هون راح نشتريه. هذه كلها اشياء تافهه اكيد صحراوي ما يحتاجها، لهيك راح نشتريها كلها ونصرف كل الجوائز الموجوده في الحساب هون. اوكي، وصلنا لاخر واحده واشترينا كل المتجر الموجود. مين ما تشوفوا ما تبقت ولا حاجه وما اشتريناها من المتجر، كل الاشياء التافهه اخذناها في الجهتين كلهم، حتى وسكين الولد وسكين البنت اشتريناهم. بعد كل الحرق هذا صرفنا فقط 7000 جوهره يا اخي. خلونا نصرف اكثر، خلونا نصرف اكثر، خلونا نعمل تيم كود ونحط تيم كود في الانستغرام ونجيب اشخاص ونرسل لهم هدايا كلهم. هيك هذا هو الانستغرام تبعي، اذا مو عامل متابعه ادخل واعمل متابعه حتى تفوز معنا بالهدايا والجواهر كل يوم. خلونا نحط التيم كود ونشوف مين راح يكون سعيد الحظ اللي راح يدخل معنا. ليتس جو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام جيكسو. الو الو، تسمع فيا؟ كيفاش عرفتني بالصح؟ جيكسو بين الكود شو اسمه تيم كود. لا بصح هذا الحساب تاع الصحراء. اوكي، يعني اسكت كلاوي، اسكت اسكت. يعني راح نصرف قد ما الحاب جواهر اليوم، يعني اطلب شيء ولازم تكون يعني تكون غاليه، فهمت؟ يعني كثير جواهر. اوكي، بعد ذوك يخش الصحراء يلقى زيرو دايموند. لازم يلقى زيرو ولازم تكملوه، فهمتوا؟ بس اختاروا اغلى هديه. اوكي، اختاروا اغلى هديه. روح اغلى هديه باللعب. نرسل لكم هذاك، متفقين في ثلاثه؟ ايه متفقين. هاي اوكي ليتس جو. ايوه في ثلاثه، 3000 جوهره ليتس جو. وصلكم شوفوا في الهدايا اللي فوق. فني فني فني. ديكسون ندير لها فيديو ونطاقيك في الانستغرام. في الانستغرام. هيا بصحتكم كامل. هيا جيجي ربي يسترك. هيا صايي خوتي بصحتكم ربي يحفظكم. هيا باي ان شاء الله. باي. كي كانوا هذو اول ثلاثة وصرفنا 3000 جوهرة. يا اخي الجوهر هذو ما راح ينتهوا اليوم، لهيك راح نكمل تيم كود حتى نكمل كل الجواهر. اوكي، راح نعمل تيم كود اخر كمان في الانستغرام، راح نحطه في ستوري. قلت لكم اذا مو عاملين متابعة في الانستغرام عم تضيعوا كثير اشياء عليكم. لهيك هذا هو الانستغرام تبعي، تعالوا واعملوا متابعة حتى تفوزوا معنا بكثير اشيااء كل يوم. ليتس جو، خلينا نحط التيم كود ثاني مرة. الو، ما عندكم مايكات؟ عادي عادي ما يهم. وعليكم السلام. المهم شباب شوفوا هذا حساب صحراوي. اوكي قولوا اوكي، وعند
عندي كثير جواهر، يعني طلبوا هدايا قد ما تحبوا راح تكون في حساباتكم. اوكي ليتس جو، لازم تختاروا اغلى حاجه باش نقدروا نكملوا الجواهر دي كلها. اوكي بدي سكين القبعه الحمراء، اوكي مثل السكواد السابقه، اوكي مثل السكواد السابقه والله مثلها. اوكي 3000 جوهره اخرى كمان، ليتس جو. حلو بعد نرف الطريق الصحيح وراح نكمل الجواهر كل هذه. يلا شباب صحتكم سكين ونشوفكم على خير، شكرا لمتابعتكم معنا الانستغرام. يلا جود باي. هاي السكواد الثانيه اللي اخذوا نفس السكين يا اخي، انا نعمل تيم كود الثالث معنا. شوفوا راح تختاروا اي هديه من الهدايا راح تكون في حساباتكم، هيك اختاروا هديه تكون غاليه حتى نصرف ام الجواهر اللي في حساب صحراوي. اوكي ازمه نادي الاحمر، العصر الاحمر، متفقين هذه تاع الاحمر نرسلها لكم. خير الناس كي من عندك خويا جيكسون، خويا مهدي من احسن تدو هذا السكين الاحمر لانه هذا احسن سكين صراحه، لانه التيشيرت تاعو حلو ومام القبعه الحمراء ذيك حلو الصراحه. سكوادات الاثنين اللي قبلكم اختاروا ذاك السكين. اوكي خاوتي مش معقول تشوفوا ثلاثه سكوادات كلها اتفقوا على هذا السكين اللي امامكم في الشاشه، هذا السكين الاحمر لانه الصراحه احسن سكين كل الهدايا الموجوده هون. لهيك هاي 3000 جوهره اخرى، مبروك عليكم السكين يا مهدي وقلب اللوز وايه. اوكي طلعوا في روحكم تصبحوا على خير، يلا جود باي. هلا ارسلنا ثلاث سكوادات وكلهم اخذوا نفس السكين، ومثل ما عم تشوفوا حاولنا نصرف فيه جواهر ولسه ما كملنا الجواهر، تقريبا صارفين لحد الان 16000 جوهره، يعني شفتوا كم حرقنا المتجر ورسلنا كثير هدايا وصرفنا لحد الان فقط 16000 جوهره، يعني هذه الجواهر كلها ما راح تنتهي. لهيك خلينا من الجواهر الحين وخلينا نروح للكلان. مثل ما عم تشوفوا كلكم تعرفوا انه كلان الصحراوي مليء باللاعبين الاقوياء، ومثل ما عم تشوفوا كل حساباتهم قويه، هيك فاير باس ثاني وفاير باس اول وكل شيء هاي، والبانر حساب ساكورا هون وكل شيء، فاهمين كيف؟ راح نخلق الكلان هذه اللي امامكم في الشاشه. مثل ما عم تشوفوا هذا هو كلان الصحراوي ومليء بالحسابات القويه، يعني راح نغلق الكلان هذا اللي قاعدين تشوفوه امامكم. شو راح نعمل؟ راح نخرج من الكلان وبعدها راح ينحل الكلان مثل ما تعرفوا كلكم، لما يطلع قائد الرابطه من الكلان راح ينحل كل الكلان، لهيك ما راح يبقى كلان اسمه الصحراوي تيم، يعني راح ينحل الكلان وداعا كلان صحراوي تيم. كان عليك لازم تخرب حسابي هيك وتغير الاسم وتمحي كل شيء وتغير كل شيء، انه قلت لك راح نجي وننتقم منك يا الصحراوي. هذا كان اقل شيء راح يصير بحسابك اليوم، لهيك لسه في كثير اشياء راح تصير معنا بالفيديو هذا. كان غلق الكلان شيء بسيط جدا، شو راح يصير في الحساب اليوم. بعد ما غلقنا الكلان راح نغير كل ام السكنات ونحيله كل النجوم هاي اللي قاعدين تشوفوها حاطه ساكورا وما بدري شو. ما عملت لي حاجه بحسابي راح يتخرب كل ام حسابك، مثل ما عم تشوفوا هيك حاط لي على الجوكر والفاير باس الثاني والثالث وكثير اشياء. ايه والله حسابه خوتي قوي، عنده فاير باس الاول والثاني والثالث وكل الفاير باسات، يعني تقدر تقول من اقوى الحسابات في اللعبه. اوكي خلونا نخرب ام الحساب هيك بالسكنات، خلينا نعمل على السريع. هذه اشياء تافهه اكيد، هذه كلها اشياء تافهه هون قاعدين نشوفوها امامكم بشو راح يصير مننا لقدام. خلينا نعمل هيك على السريع السكنات دي اللي حبها الصحراوي. اوكي هيك كملنا كل شيء تقريبا، ايوه لسه في الشعر ما نسيت. اوكي هيك بتكون اخر واحده. اوكي كملنا كل شيء تقريبا، نزعنا كل النجوم اللي حبهم الصحراوي في السكنات، هذا شيء بسيط لهيك. علينا من هذه الاشياء التافهه، خلونا نحط ادم، نحط سكنات ادم. اخي ليش تلعبوا بذي السكنات القويه وكذا؟ احترموا اخوتي اللي ما عندهم حسابات. خلونا نحط له ادم هيك، ايوه اوكي. والان حطينا ادم، خلونا ننزع كمان السكنات تبع الاسلحه دي كلها اللي قاعدين نشوفوها امامكم، كل ذي سكنات راح يعاود يعملها وحده بوحده. تخيلوا معي كم هو الشيء الصعب ان تعمل كل ذي سكنات وتعاود تحطها نعمل سكيب حتى نكمل كل ذي الاسكنات ونحطها ديفولت، يعني السكنات الافتراضيه كلها راح نحطها ديفولت. اوكي 1 hour later واخيرا كملت السكنات كلها وحطيتها على الديفولت. يا اخي قعدت اكثر من 10 دقائق كلها حتى قدرت اغير كل السكنات، تخيل معي. ما بعرف كم راح يريح الصحراوي ولكن راح ياخذ منه اكثر من نصف ساعه. مثل ما عم تشوفوا حطينا كل السكنات على الديفولت هون، حتى اتفه الاسلحه اللي ما حيستعملها ابدا في حياته وحطيناها على الديفولت. اوكي مثل ما عم تشوفوا كل شيء محطب هون، حتى والثلج والقنابل ما رحمناها يا اخي. اوكي هيك بنكون كملنا كمان الاسلحه، وهلا خلونا نروح كمان. ما راح انسى اي شيء شو عمل بحسابي. راح ننزع كمان كل ذي الرقصات، ايوه ما راح تبقى اي رقصه عندك. اوكي راح ننزع كل الرقصات اللي قاعدين تشوفوها هون، يعني ما راح تبقى اي رقصه في الحساب. اوكي ليش تدخل هيك للسكواد يا صحراوي كمان؟ ليش تدخل هيك للسكواد كمان؟ وليش تجري هيك؟
خلونا نحط كل شيء على الديفولت كمان، حتى ودول الاشياء التافهه راح نحطها على الديفولت. خلونا ننزع كمان دي تنقيز وكل شيء، هذو كلها اشياء تافهه بشو راح يصير في اخر الفيديو، لهيك شاهدوا الفيديو للاخير ولا تضيعوا شو قادم. خلونا نعمل سكيب الحين حتى نكمل كل الاشياء دي التافهه. 1 hour later تقريبا كملت كل شيء حاليا، حطينا كل شيء على الديفولت حتى والسيارات كلهم، وحطينا ديفولت كمان تبع البانر والافاتار. لهيك تقريبا كملنا كل الاشياء دي التافهه، متبقي فقط اخر شيء معنا واللي راح يصدمكم على الاخير، متبقي فقط تبنيد الحساب. اكيد راح تقول لي كيف راح تبند الحساب تبع الصحراوي وليش. طبعا انا قلت لكم من قبل بانه راح ننتقم اشد انتقام، راح نقوم بالدخول لجيمات رانكد ونطلع منها باستمرار حتى ينقصونا كل درجات الفخر الموجوده بهذا الحساب. خلينا نغير البايواش، وهذا 9 اي صحراوي. حساب البيع، اذا كنت مهتم تواصل معي، ليتس جو. اوكي مثل ما قلت لكم راح نخفض له درجه الفقر حتى يتبند الحساب. مثل ما تشوفوا هون موجوده قواعد اللعب النظيف في اللعبه، لهيك اذا كان عندك تحت 99 نقطه هذا شيء عادي، اذا كان عندك تحت 90 نقطه ما راح تقدر تلعب مصنف، واذا كان عندك تحت 80 ما راح تقدر تلعب كمان بلس سكواد ورانكد في الديو والسكواد، وكم يعني ما راح تقدر تدخل للسكواد ابدا. فهمت؟ لما يكون عندك تحت 60 نقطة ما راح تقدر تعمل اشي بالحساب، سواء كان الدخول للسكواد وسواء اللعب بالحساب، يعني تقريبا راح يولي الحساب غير مفيد. ولكن الاشي السادس اللي ما موجود هون، لما يكون عندك تحت 30 نقطة راح يتبند الحساب مؤقتا. لهيك خلونا نكتشف مع بعض كم راح يتبند حساب الصحراوي. خلونا ندخل ونخرج من قيمات الرانكد كلها حتى نشوف كم راح يتبند الحساب. برأيكم هل قدرنا نبند حساب الصحراوي ولا لا؟ تبونا آراءكم تحت بالتعليقات.